e acabar com o privilégio do veto. Hoje وعلى تعددية الأقطاب نحن مستعدون لتسهم حكومتنا في هذا العالم متعدد الأقطاب. عالم اليوم ليس هو عالم 1995، يجب أن يكون هناك إصلاح للأمم المتحدة وعدم حصر الفيتو في دول محدودة. نحن سنسهم مع الدول التي تدعم السلام. وخلال 30 أكتوبر قلت إن بلدنا كان منقسما بسبب الأخبار الزائفة التي نشرت وخطابات الكراهية التي نشرت وبثت. وأعود وأقول إنه ليس هناك برازيلان وليس هناك كوكبان، وإنما كوكب واحد وبرازيل واحدة. ولن يكون هناك أي مستقبل إذا وصلنا هذه الممارسات التي تزيد المسافة تباعدا بين الأغنياء والفقراء. نحتاج أن يكون هناك تعاطفا أكثر فيما بيننا وأن نشعر بالآخر. علينا أن نبني الثقة ما بين شعوبنا ومواطنينا. علينا أن نذهب بعيدا في مسألة خدمة مصالحنا الوطنية حتى نتمكن من العمل معا لبناء نظام عالمي جديد يعكس حاجات المواطنين الحاليين وتطلعات الأجيال المستقبلية. أنا اليوم هنا لتجديد التزام البرازيل في بناء عالم فيه عدالة أكثر وتضامن أكبر وعالم أكثر إنسانية. السيدات والسادة، العالم فيه منظمات عدة ومنظمة الصحة العالمية كانت قد بذلت جهودا لمواجهة أوبئة مثل جائحة كورونا، والاحترار يمكن أن أكثر من 200,000 وفاة سنويا بسبب الحرارة المفرطة وبسبب الأمراض التي ستظهر نتيجة ارتفاع درجة الحرارة. كذلك هناك أضرار ستظهر بشكل متفاقم في الصحة العامة، ولذلك يجب رصد ميزانيات ضخمة من أجل أن نواجه هذه المخاطر. هذا يعني أن لا أحد فينا في أمن أو أمان. هناك أعاصير تضرب الولايات المتحدة الأمريكية وسواحلها أكثر من أي وقت مضى. الدول الصغيرة الجزرية أصبحت مهددة بالاختفاء. في البرازيل حيث هناك غطاء باتي غاب كبير وواسع، شهدنا موجات جفاف غير مسبوقة. كذلك كان هناك فيضانات هددت أرواح ملايين المواطنين البرازيليين. كذلك هناك ظواهر جديدة عديدة تحدث بسبب الاحترار المناخي. هناك حرائق وفيضانات سببت وفيات غير مسبوقة. بالرغم من أن هناك في الوقت الحالي إجماعا على أن هناك ضرورة لمواجهة التغير المناخي، لا ننسى أن مدغشقر ونيجيريا والصومال أنه قد تحدث كارثة. الآن الناس في مصر يعيشون قرب نهر النيل، وهناك احتمالات قد تكون ضارة على السكان القريبين من النيل إذا تواصلت ارتفاعات درجة الحرارة. وأعتقد أن الأكثر تعرضا للخطر هم الفئات الهشة والفئات الضعيفة، ولذلك علينا أن نبذل قصارى جهدنا من أجل
خفض الانبعاثات وكذلك خفض الاحترار في كوكب الأرض. هناك إطلاق لانبعاثات الكربونية ولانبعاثات غازية مضرة، ونحن نريد أن نخفض هذه الدرجة الحرارية من هنا إلى 2030، وبعد ذلك لابد أن نقر بأن 50% من فقراء العالم لا يسهمون إلا ب1% فقط من الاحترار العالمي. ولذلك أقول إن هذا الكفاح ضد التغير المناخي هو يتوازى مع حربنا مع الفقر ومسعانا لنجعل العالم أكثر إنصافا وعدالة. السيدات والسادة، ليس هناك أمن مناخي للعالم دون حماية غابات الأمازون. سنبذل قصارى جهدنا من أجل أن نجعل قطع الأشجار الغابوية ينعدم في البرازيل، وهناك 130 دولة وأكثر قدمت التزاماتها بعد أن وقعت ذلك الاتفاق لحماية الغابات. وأود أن أقول إنه يجب أن نضع يدا في يد لمواجهة التغير المناخي، وأن يكون هذا في صدارة أولوية في الحكومة البرازيلية. نحن سنولي أولوية كبيرة في الثلاث سنوات المقبلة. لا ننسى أنه في الحكومة السابقة تزايدت عمليات قطع الأشجار في غابات الأمازون ب73%، وهذا سيصبح من التاريخ. سنوقف ذلك النزيف في أشجار الأمازون. وكذلك الحكومة السابقة التي هزمت في الانتخابات الأخيرة الآن ستصبح جزءا من التاريخ، ونحن سننهج مسارا جديدا لتقوية كل الكيانات والهيئات التي تحمي البيئة، ونقوي تلك الأنظمة التي جرى تفكيكها في السنوات القليلة الماضية. نحن شهدنا عددا من الممارسات التي تسبب الهدر الطبيعي والبيئي. تلك الجرائم في حق البيئة أضرت بسكان الأصليين في البرازيل، وأضرت بالعديد من المواطنين البرازيليين في أماكن عدة. والآن المواطنون البرازيليون الأصليون يمكن أن يضمنوا ويطمئنوا بأنهم سينعمون بالاستقرار والعيش بكرامة واحترام حقوقهم. السكان الأصليون في غابات الأمازون وفي منطقة الأمازون يجب أن يكونوا أبطالنا في حماية الأمازون. هناك 28 مليون برازيلي يعيشون في منطقة الأمازون، وهؤلاء يجب أن يكونوا أكثر المستفيدين من نماذج التنمية المستدامة. تلك الممارسات التي تفيد تنميتنا المستدامة، وهذا بطبيعة الحال يجعلنا نقول أنه يجب أن نوقف كل أولئك الذين يسببون أضراراً للبيئة ولغابات الأمازون. علينا أن نقول إنه يجب أن نواصل التقدم وتسخير الثروات لمصلحتنا ولازدهارنا، لكن دون أن يكون ذلك على حساب كوكبنا وعلى حساب بيئتنا. سنظهر أنه يمكن أن نحقق الإدماج الاجتماعي والتنمية الاقتصادية، وذلك دون أن نفرط في البيئة.
أنا لدي كل السرور بأن أخبركم بأنه بعد فوزي بالانتخابات الرئاسية التي جرت في 30 أكتوبر، ألمانيا والنرويج أعلنتا رغبتهما في إعادة تفعيل صندوق الأمازون من أجل اتخاذ التدابير اللازمة من أجل حماية أكبر غابة استوائية في العالم في الأمازون. هذا الصندوق لحماية الأمازون فيه الآن أكثر من 500 مليون دولار، وكانت جمدت منذ 2019 بسبب الحكومة السابقة. نحن منفتحون للتعاون الدولي من أجل حماية الكتلة الحيوية عبر الاستثمارات والبحوث العلمية لمصلحة الأمازون، لكن بقيادة البرازيل، ولن نستسلم ولن نتخلى عن سيادتنا على الأمازون، وسنعمل على ضمان النمو والتطور هناك، وأن يكون هناك نجاح في الانتقال في مجال الطاقة إلى الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وكذلك الهيدروجين الأخضر. هذه مجالات لدى البرازيل فيها إمكانات كبرى وضخمة، وخصوصا شمال شرق البرازيل، وبدأ للتو في استكشافها. نريد أيضا أن نحسن نمط الحياة في الحواضر البرازيلية، وأن يكون لدينا تقديم لبدائل في النقل نظيفة وصديقة للبيئة، ونخلق وظائف مستدامة، وأن يكون هناك تكثيف لأعمال لإعادة التدوير، وأن يكون هناك تحسين لنوعية الماء الشروب وتحسين لنوعية حياتنا بشكل عام. يجب أن نستعيد التوازن في حياتنا، وأعتقد أن الهدف الذي نسعى لتحقيقه هو أن يكون هناك اتزان وتوازن في أعمالنا وممارساتنا، وأن نحمي التنوع الحيوي ونحفظ تربتنا في كل الأراضي البرازيلية، وأن نساعد المزارعين والفلاحين على زيادة عوائدهم. أنا واثق بأن الشركات البرازيلية ستكون شريكة لحكومتنا في هذا المسعى، وذلك من أجل أن تكون الزراعة والفلاحة تستعين بالتكنولوجيا لتجعل نموها مستداما. ونحن نقدر كثيرا معارف السكان الأصليين في الأمازون وكذلك السكان المحليين. هناك أمثلة ناجحة عديدة لتلك الممارسات الفلاحية الزراعية الصديقة للبيئة. لدينا المعرفة التكنولوجية لجعل تلك المناطق تزدهر مجددا. لسنا في حاجة لقطع أشجار الغابة من أجل أن نحقق هذا أو نحقق الأمن الغذائي. هذا هو التحدي الذي نواجهه كبرازيليين، وكذلك باعتبارنا مصدرين للمواد الغذائية لدول أخرى. إذن نحن نضع نصب أعيننا تحقيق الأمن الغذائي والقضاء على الفقر، وفي الوقت نفسه تحمل مسؤوليتنا في حماية البيئة. أود أن أغتنم هذه المناسبة لأعبر لكم عن أننا نلتزم بأننا سنعمل مع الكونغو وإندونيسيا. هذا الاتفاق سيتقوى في عهد حكومتي. معا دولنا الثلاث التي لديها 53% من الغابات الاستوائية في الكوكب، سنعمل معا من أجل حماية غاباتنا وتمويل الآليات المستدامة من أجل وقف الاحتباس الحراري ووقف زيادته. أود أن أتحدث عن مبادرتين مهمتين قدمتهما حكومتي، وكان ذلك في 2003. أول مبادرة هي استضافة اجتماع قمة الدول الأعضاء في معاهدة الأمازون، بوليفيا، البرازيل، وغايانا، بيرو، وكولومبيا، وفنزويلا. ولأول مرة سيكون هناك نقاش يضمن سيادة كل الأطراف، ليكون هناك اندماج وإدماج وتحمل للمسؤولية المناخية.
المبادرة الثانية هي أن تستضيف البرازيل قمة المناخ في 2025. نحن سنؤكد مجددا أننا سنلتزم بكل تعهداتنا في اتفاق باريس، وأن نخفض استخدام الكربون في اقتصادنا. أود أن أؤكد لكم أنه يجب أن نطالب الأمم المتحدة بعقد الدورة 30 في البرازيل في 2025. وأود أن أقول أمامكم إنني أدافع بقوة عن أن الدورة 30 لقمة المناخ في 2025 يجب أن تعقد في منطقة الأمازون في البرازيل. سأدافع عن هذا بقوة، ولذلك سنثبت لأولئك المدافعين عن الأمازون أننا نهتم بهذا الجزء من العالم الأمازون، وأننا أنفسنا سيكون لنا القوة والموارد المالية اللازمة للعناية بغابات الأمازون. وأود أن أؤكد مرة أخرى أنه في 2024 البرازيل سترأس مجموعة العشرين، وسأؤكد لكم أن أجندة المناخ ستكون من بين أولوياتي. وعلي أن أضيف أنني سأناقش مع الدول الغنية بعض القرارات التي كانت قد اتخذت مسبقا في دورات سابقة، وهذه القرارات ظلت حبرا على ورق ولم تنفذ. يجب أن يكون لنا وضوح ونقول إنه لا يمكن أن نقدم وعودا لا يمكن تنفيذها، لأنه سنكون ضحايا أنفسنا إذا أبقينا تلك التعهدات حبرا على ورق. أود أن أقول عندما حدثت قمة كوبنهاغن كان قد اتخذ قرار بتخصيص 100 مليار دولار كل سنة. الدول التي تعهدت في 2009 في الدورة 15 في قمة كوبنهاغن تعهدت بتخصيص 100 مليار دولار، والآن بعد كل هذه السنوات لم يحدث ذلك، والدول الأقل نمواً هي التي تتضرر. إذن لا أعرف عدد الممثلين من هذه الدول هنا في هذه القاعة، ولكني أقول بعد عودتي للسلطة سأعيد مطالبة الدول التي لم تفي بتعهداتها في الدورة 15 في كوبنهاغن بأن يفوا بتعهداتهم. من المحزن جدا أن تلك التعهدات والالتزامات لم تنفذ، ولهذا هذا يقودنا إلى إعادة التأكيد على أهمية التركيز على محور آخر في قمة المناخ في دورتها 27. نحتاج آليات مالية وأدوات من أجل تفعيل بند الأضرار والخسائر للدول الأكثر تضرراً بالتغير المناخي. لا يمكن أن نؤجل هذا النقاش. نحتاج إلى التعامل مع واقع الدول التي لديها تهديدات وهي تهدد في بقائها، وآن الأوان لنتصرف ونتحرك. لا يمكن أن نهدر مزيدا من الوقت، لا يمكن أن نعيش مع هذا السباق الأعمى نحو حافة الهاوية. إذا كانت هذه Não é possível que a ONU seja dirigida
sob a mesma lógica da geopolítica da Segunda Guerra Mundial.